صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه الحلقة. قانون الانتخابات ونتائج زيارة الرئيس مشرعون إلى السعودية وقطر، النفايات والموازنة والنفط وغيرها من العناوين نبحثها في هذه الحلقة مع ضيفنا النائب السابق سالم عون عضو تكتل التغيير والإصلاح، فتابعونا. صباح الخير استاذ سليم، اهلا وسهلا فيك بحلقتنا لليوم. بحركز معك كثير على قانون الانتخابات، ما عاد في مواضيع اخرى اليوم يعني تلتهي فيها الطبقه السياسيه. مبدئيا النفط صار على السكه، يفترض انه الموازنه كمان يعني تمشي بشكل سريع الاسبوع المقبل، وانما كل الانظار تتجه الى القانون الانتخابي، خصوصا وانه علامات تشاؤم كثيره بدات تظهر، يعني المهل بدات تضيق، وزير الداخليه عم يتحدث عن استحاله الاتفاق على قانون جديد. كثير من المعطيات رح نناقشها بهيدا الموضوع، بالإضافة إلى زيارة الرئيس عون إلى السعودية وقطر، ولكن بشكل خاص يعني إلى السعودية خصوصا وأنه كثير من الكلام بدأ يحوم حول نتائج هذه الزيارة وحول إمكانية الترجمة العملية والفعلية لكل الأجواء الإيجابية التي رافقت هذه الزيارة. مواضيع تانية أيضا نبحثها مع حضرتك، ولكن بالبداية موجز وآخر لآخر وأهم الأخبار مثل العادة مع زميل شادي، وننطلق من بعدها بحوارنا. صباح الخير. عثر هذا الصباح على جثة طفل لا يتجاوز عمره السنة موضوعا داخل كيس ومرميا في حاوية للنفايات في شارع فيليمو وهبي في كفرشيما، وقد حضرت إلى المكان عناصر من البلدية والقوى الأمنية للكشف على الجثة ومباشرة التحقيق في هذه الجريمة. في منطقة السعديات ألقى مجهولون يستقلون سيارة قنبلة مولوتوف باتجاه قهوة الأسعد العائدة لنجل مختار السعديات محمد رفعت الأسعد المعروف بأبو صخر، ولم يسفر الاعتداء عن وقوع إصابات بحسب الوكالة الوطنية، فيما فرت السيارة إلى جهة مجهولة وتولى مخفر السعديات التحقيق بالحادث. في البقاع نفذ الجيش اللبناني في ساعات الصباح عمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في مشاريع القاع وحدث بعلبك، وأوقف عددا من المطلوبين. حصلت قناة الجديد على تسجيل مصور خاص يظهر طيور النورس بمحيط مطار بيروت الدولي، وقد حطت قرب آلات المخصصة لإصدار أصوات النسور والتي من المفترض أنها وضعت لإخافة هذا النوع من الطيور وإبعادها عن مدرج المطار لتفادي خطرها على حركة الملاحة الجوية. ويظهر الفيديو الذي جمع مشاهد صورت في اليومين الماضيين طيور النورس وقد حطت تماما إلى جانب تلك الأبواق التي تصدر الأصوات من دون رصد أي تأثير لها كما هو الهدف، ما يؤكد فشل هذه الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية. دخل رئيس الحكومة سعد الحريري على خط السجال الأخير بين الوزير السابق أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق، فغرد مساء عبر تويتر قائلا: كم كنت مخطئا عندما شككت بنهاد المشنوق وأعطيت كامل ثقتي لبعضهم. موقف الحريري رد عليه المشنوق بتغريدة قال فيها: شهادة الحريري أشرف الشهادات. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في تصريح للنهار أنه لم يتلقى شيئا بعد عن القانون الانتخابي البديل، من غير أن يعني ذلك أنه رفع الرايات البيضاء أمام قانون الستين، ودعا في هذا الإطار الغيارة على رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط إلى الكف عن هذه السياسة، فالرجل ليس على هذا القدر من رفضه للنسبية وقبوله بقانون جديد، مضيفا أن المتباكين على جملاط لا يبكون الإمام الحسين بل هريسة الستين. كشف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث للنهار أن ثمة تواصلا جديا بين الأفرقاء السياسيين وراء الكواليس على مستويات ثنائية أو أكثر وفي كل الاتجاهات من أجل التوصل إلى قانون انتخابي جديد قبل نهاية الشهر. وإذ بدا جازما في رفض العودة إلى قانون الستين، أعلن جعجع أننا مصرون بشكل لا مثيل له على قانون جديد، لافتا إلى أن الرئيس ميشيل عون يعتبر أن بداية عهده ستكون فاشلة إذا لم يتم التوصل إلى قانون جديد. وأوضح أن هذا الموقف واحد لدى كل من القوات والتيار الوطني الحر
مشيرا إلى أن العمل يجري على القانون المختلط الذي يجمع إلى حد كبير بين المشروع الذي قدمته القوات والمستقبل والاشتراكي ومشروع الرئيس بره. كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن محققين دوليين قالوا للمرة الأولى إنهم يشتبهون في أن الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد مسؤولان عن استخدام أسلحة كيميائية في الحرب السورية. وأفاد مصدر في تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن ثمة قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور سجلت بين عامي 2014 و2015 بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى. وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة اتخذ على أعلى مستوى في السلطة. وأوضحت رويترز أن القائمة تحدد هويات 15 شخصا سيجري التدقيق في شأنهم فيما يتعلق باستخدام القوات المسلحة السورية أسلحة كيميائية، ولا تحدد دورهم المشتبه فيه لكنها تورد ألقابهم. في المقابل نفت رئيسة آلية التحقيق المشتركة فيرجينيا جامبا أن تكون لجنة التحقيق قد أعدت أي قائمة بأفراد مشتبه فيهم، وقالت في الوقت الحالي لا دراسة لأي تحديد لهويات أفراد. كشفت مصادر أمنية تركية أن منفذ الهجوم على ملهى رينا في اسطنبول ليلة رأس السنة عاد بعد ارتكابه المجزرة إلى مقر إقامته، ومنه فر مع ابنه البالغ من العمر 4 سنوات. وأوضحت صحيفة حريات أن منفذ الهجوم الأوزبكستاني عبد القادر مشاريبوف الملقب بأبو محمد الخرساني ترك وراءه في اسطنبول زوجته وابنته البالغة من العمر 1 و6 أشهر وهرب مع ابنه إلى جهة مجهولة، ولم تتمكن الشرطة من إيجاد أثر له حتى الآن. إلى ذلك أصدر القضاء التركي قرارا بتوقيف صينيين للاشتباه في صلتهما بالهجوم الإرهابي. ختام الموجز، عودة إلى الزميلة كاترين حنة. شكرا شادي، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وارحب من جديد بضيفنا النائب السابق سليم عون عضو تكتل التغيير والاصلاح. اهلا وسهلا فيك من جديد. نبدا بقانون الانتخابات، التحدي الاكبر والاهم امام العهد وامام الرئيس ميشيل عون، والذي يبدو ان طريقه غير سالكه حتى الساعة. بدي انطلق هون من يعني عدة تناقضات بلشت تبين انه بعبدة تؤكد ان سيكون هناك قانون جديد للانتخابات تجرى على اساسه الانتخابات النيابية، وزير الداخلية يشكك في امكانية هذا الامر من الناحية التقنية على الاقل، انه الوقت المتبقي لا يسمح للافرقاء السياسيين بالتوافق على قانون جديد. المعطيات السياسية وحجم الجدل حول هذا الموضوع وعدم التوافق أيضا يؤشر إلى عدم إمكانية السير بقانون جديد. كيف سيضمن اليوم التيار الوطني الحر يلي هو طبعا اليوم أصبح يعني ممثلا بالرئيس عون بسدة الرئاسة اللبنانية إنجاز قانون جديد للبنان؟ أول شيء صباح الخير كاترين إليك ولكل المشاهدين. اثنين، الواقع اللي صورتيه هيدي اللي الانطباع اللي عند كل الناس. نعم. انا خليني احكي هلا معلومات، لانه هذا الانطباع اذا بدي امشي فيه بايد ذات الصوره هيدي وحسب التجارب الماضيه بتلاقيها وجهه نظر صايبه وهيك رح رايحين على 60 او تمديد. بس انا المعلومات والمعطيات اللي معي كانت بدايه من فخامه الرئيس قبل ما حتى ينتخب رئيس الجمهوريه، كنت كل مره حتى بحديث خاص بس اساله عن موضوع الانتخابات اللي فيه قانون جديد. نعم. اليوم كل اللي انحكى قبل انه في صفقه وفي متفقين على هذا الموضوع تبينت الايام، ولا اي شيء بعد انتخاب الرئيس كان متفق عليه، لا بل بالعكس اذا مسموح اني اقول صفقه شو عن اي انحكى عن كثير صفقات متعلقه بقانون الانتخابات، يعني قصدك بعد ما بين اذا في صفقه او لا، يعني بعدنا بانتظار، بعدنا امام حاله اختبار اليوم. عم بعطيك معلومه جديده اذا بدك، اذا صاير في اتفاق بموضوع قانون الانتخابات هو انه بدنا نغيره، صحيح مش على صار اتفاق على القانون، بس في اتفاق على مبدا تغيير القانون. وهيدا الشيء منه فخامه الرئيس وقت حلف على وقت اقسم اليمين حتى تضمنوا بخطاب القسم وقال انه بدنا نغير قانون الانتخابات، لانه من هونيك بيبدا التغيير الحقيقي ومن هونيك الاصلاح الحقيقي. ونحن بعدنا مصرين اليوم بظل هالتطور اللي صار من ناحية إعادة إذا بدك الحياة إلى لبنان، إن كان بداية بتطبيق الدستور واللي سميناه نحن تطبيق الميثاق بانتخاب فخامة الرئيس،
أو إن كان بتشكيل الحكومة، لأنه رجعنا لتطبيق الميثاقية الحقيقية ورجعنا للدستور، وهي أول مرة بنشهد مناصفة حقيقية. هلأ ما بدي أتوسع بالموضوع عن تشكيل الحكومة، ما لا تستكمل إلا باليوم انتخابات نعم. صحيحة تعطي تمثيل عادل وحقيقي. نحن نطرح السؤال ليس من باب التشكيك بنية الرئيس عون أو بصدقه بمطلب يعني ضرورة إنجاز قانون انتخابات جديد، ولكن من باب التشكيك بالمعطيات الموجودة. خليني بلش أقول نحن اليوم كيف سيحقق هذا المطلب؟ صح. مطلب جدي نعم، ولكن كيف سيتحقق؟ صرنا 26 سنة نحن معك حق، لأنه موضوع صار عمره 26 سنة، وكل مرة يتم إذا جاز التعبير هيك تمريره بأكذوبة كبيرة، وآخر كذبتين كانوا عند التمديد للمجلس النيابي الحالي. صحيح. من قال كانت حجة من الحجج للتمديد الأول أنه لدراسة قانون انتخابات؟ طيب هيدا استنفاد الوقت على طول ليحطونا أمام أنه أمر واقع. أمر واقع. هيدا المرفوض حاليا. خليني أحكي اليوم شو عم بيصير. قبل ما أقول ليش لوين وصلنا، باللي كانت مقسومة الآراء بلبنان بين رأيين وكتار بعاد عن بعضهم، ناس بدها تضل على الأكثر وناس بدها النسبية، واللي نحن منهم تبدأ بالنسبية الكبيرة، يعني لبنان دائرة وحدة كانت بتوصل لدوائر أصغر كمحافظات للأقل شيء بالنسبية المنطق هي الدوائر المتوسطة، ونحن من هيدا الفريق. في فريق آخر رافض النسبية بالكامل. اليوم تعرف التسويات السياسية إجا تفكر ب قانون أو قوانين اسمها مختلطة، لي يعطوا كل فريق أنه ما يروح على الخيار الآخر اللي رافضه بالمطلق. هلأ المختلط اليوم نحن وين؟ اليوم في ثلاث قوانين تحت عنوان مختلط، هني هودي عم يبحثوا جديا، وهون في واحد منهم بعتقد صار قريب أنه يصير اتفاق عليه. أي أكتر قرب يعني؟ ما رح أقول أي بس رح عدد أي ثلاثة. نعم. في ليش عم سميهم مختلط؟ في شيء اسمه مختلط بالعدد، بما معناه انه مقاعد نشيلها، يعني الاعداد تكون عدد منهم على ال 128 نائب، عدد على النسبه، حتى ما اقول 128، العدد اللي بده يكون معتمد نصه على النسبه ونصه على الاكثر. نحن هون في القانون اللي من جهتنا عم بيلاقي قبول او اللي عم نسعى له، هي نحط معايير وحده ونطبقها على الكل، ما يكون شيء استنسابي. على سبيل المثال بينقال كل مقعد بيكون ل بيمثل طائفة، بيكون عدد أبناء الطائفة بهالدائرة يتجاوز الثلثين، يعني هني بيشكلوا عدد كبير، يعني ما بيأثروا عليهم بقية الطوائف، هيدا بيروح كله المقعد بيروح على الأكثر. يعني على سبيل المثال إذا بدي بيجي ببالك كسروان، بتلاقي مقاعد كسروان كلها بتضل على الأكثر، واللي ما بيوصل للثلثين بيروح مقعده على النسبة. هيك بيكون في معيار واحد يطبق على كل المقاعد وبيمشي. فإذا هيدا الأكثر هذا اللي تقدم فيه الرئيس بري، يعني بالأول 50-50 أو عم تحكي عن غير حدا؟ هلا هن اللي تقدموا فيهم هيدي القوانين معاييرهم كانت منا يعني واضحة. بمنطقة بدائرة في معيار وبدائرة أخرى معيار آخر، مراعاة للأطراف السياسية يعني كدوائر وكتوزيع مقاعد كانت هيك استنسابية، يعني مثل كأنه مثل ما كان يصير بالسابق نقي النواب ونجي نعمل قانون ليوصلهم. هو مش هيدا المطلوب، مطلوب قانون يعطي صحة التمثيل. وقت طبق أنا قلت هيدا المعيار، إذا طبقتي خلص بيتطبق وين ما كان، ما في أي إشكالية. طيب عليه. بس خلينا نطبقه، خلي يكون في توافق. يعني هون السؤال عم بيصير لك يعني إذا الشغل الجدي هلا في كلام كتير جيد وجميل واقتراحات مش كلام بتجنن يعني، اسمحي لي بس كيف بدنا نتوصل له؟ كيف بدنا نوصل إنه الأفرقاء السياسيين اللي كل واحد عنده هاجسه وقلقه وعم بيعبر عنه علنا وعلى رأسهم النائب جنبلاط، وفي أيضا نعرف أنه كمان التيار المستقبل يعني يرفض النسبية ويعبر صراحة عن هذا الموضوع، كل واحد عنده هيش سوى قلقه اليوم، فكيف بدك تتوصل لتوافق كل هذه الأطراف؟ أنا بدي أرجع أوضح، هيدا مش رأينا، نحن رأينا اليوم بيعطي أحسن قانون اليوم الأرثوذكسي، يلي لبنان دائرة وحدة مع النسبية، يلي لبنان مع المحافظات يعني تقسيم الدوائر كمحافظات مع النسبية، يلي يمكن الدوائر المتوسطة اللي كانت 15 أو 13. هذا كرأي كفريق سياسي. أنا اللي عم بحكي اليوم مش رأي، عم بحكي اليوم على طاولة البحث بين الأفريقاء لوين وصلنا. هيدا المطروح بشكل جدي مش لحاله، رح أعد هني ثلاث قوانين. نعم. اليوم بلش إذن بالمختلط نص بنص أكثر، فإذن المختلط رح سمي بالعدد. نعم. في المختلط الآخر بالمراحل، هيدا اللي كانت فكرة بالبداية اقترحها الرئيس بري، فكرة
التأهيل بالنسبة وبالآخر الانتخاب بالأكثر. سوري التأهيل بالأكثر. نعم. بعدين الانتخاب بالنسبة. هيدا كمان بلش محطوط على بساط البحث بشكل جدي. عم بحكي لمحطوطين جديا على البحث، واليوم كل فريق سياسي عم يجي يعمل حساباته، لأنه كمان ما بدي يكون هيك بس عم بحكي مثالية، كل فريق سياسي عم بيشوف انعكاس القانون عليه، وين بده يصير عدد نوابه، أكيد قديش بده يصير وضعه السياسي بالمرحلة القادمة، هيدي الحقيقة. فإذا هيدا اللي عم سميه بالمراحل، لأنه أول مرحلة عم بتكون أكثرية بالأكثرية، وثاني مرحلة عم بتكون بالنسبية، نسبية. يعني عم بيكون مثل قانون في نص نسبي نص أكثر. نعم الثالث. والفكرة الثالثة هو إذا بدك مختلط بالتصويت، بالتصويت يعني ما يعرف بال one person multiple votes. يعني كل بكل دائرة الشخص بدل ما يكون في بوصة أنت بدك تصوتي بتبقى في طائفة أو تحالف طاغي بيطلع كل اللائحة، هلا لا صار عنده عدد محدد من الأصوات. يعني في هيدا فكرة من اللي طرحته الرابطة المارونية، وهي هلا بدون الدخول بالأرقام بس عم بعطيه مثل لحتى أوضح الفكرة. مشروع الرابطة المارونية بيقول الدوائر اللي فيها لحد 3 مقاعد، يعني هون دوائر كتيرة بتبلشي مثل بشري، الكورة، نعم، البترون، جزين، فيها صيدا، يا نيبان يا ثلاثة، المواطن يقترع لشخص واحد. نعم. والدوائر اللي عدد نوابها بين 4 و6، مثلا البقاع الغربي مثلا عندنا رشيد، البقاع الغربي المواطن يقترع الى 3 من 6. والدوائر اللي بين 7 نواب و10 نواب اللي منهم مثلا زحلي او بعلبك او بقيه الدوائر، من هذا العدد 7 او 8 او 9 او 10 بينتخب المواطن لثلاثة. هيدي بتشكل بصفي يعني نوع كمان من المختلط، لأنه ما عم تجي مثلا قوة سياسية عم تجير أصواتها لكل العدد، وهيك كل فريق بياخد حجمه، يعني من هون بتدخل النسبية، اللي عنده قوة كبيرة بيقدر يجيب أكثر عدد نواب، واللي عنده كمية قليلة بس ما عاد في أي قوة أخرى تخله تمثيله أو تقدر تتخطى. بقى هودي الثلاثة أنا عم بحكيهم كهيدي معلومات انه البحث الحقيقي والجدي. طيب بس هون عم بيصير بعد انه نبحث هالقناه. ايه هلا بالنسبه للوقت الثلاثه يعني نعم. كمان ما بعد ما في توافق نهائي عليهم، يعني والشيء يلي صار لهم سنين بيختلفوا عليه ما راح يجوا بسحر ساحر اليوم جلسه واثنين يتفقوا عليه بسوء، ما نكون واقعيين، يعني بدنا نكون صريحين اليوم مع المواطنين. طبعا هن بيعرفوا وما حدا متوقع انه بعصا سحريه يعني فجاه الخلافات كلها تزول ويتفقوا على قانون انتخابات. طيب ما بقى عندنا وقت يجتمعوا ويبحثوا ويراعوا كل واحد شو هواجسه وشو قلقه وشو مخاوفه، من وين بدك تجيب الوقت؟ الوقت الحقيقي المتبقي 3 اسابيع. انا برجع بقول اسبوع، لانه انا عم بعتبر في نوايا حسنه ومعلوماتي انه النوايا حسنه. يعني اليوم انا بس اسال رئيس التيار، وكنت قبل اسال فخامه الرئيس، كانوا يقولوا لا النوايا ما عادت مثل قبل. ما نحن عم نبني على كل التجارب السابقه، اذا بنبني على التجارب السابقه معك حق كاترين 100%. بس اليوم في، وهيدي معلومات منا تقدير، المعلومات بتقول انه في نوايا حسنه، وهي بتبين من البحث. بعدنا نحن عم نقول مش انه في امل، مثل عم نجزم انه في قانون جديد. هلا المنطق، طب كلام وزير الداخليه هون رح تابع، ما انا رح اوصل لكلام وزير الداخليه من اي ناحيه. يمكن هودي 3 اسابيع اللي عم بحكيهم هلا بهال3 اسابيع ما تصير، مضطر وزير الداخليه اصلا مضطرين هيدي الجمعه يشكلوا هيئه الاشراف على الانتخابات. بدها تتشكل، لأن ما فيكي انت تتركي في استحقاقات لازم ومهن لازم نحترمها. نعم. بقى بدها تتشكل هيدي الهيئة. هلأ خلال هودي 3 أسابيع إذا ما صار تقدم والانتهاء من هيدا الموضوع، كمان رح يتم دعوة الهيئات الناخبة. بس أنا بدي أقول هيدي المهلة الطبيعية هي هلأ يصير التغيير. بس هالشي حتى لو ما بيعني أنه رح أروح على 60. لا ما أنا اللي عم قلك إياه، حتى لو صار فيكي بكرة دعوا الهيئات الناخبة بشباط، فيكي بأدار أو نيسان حتى قدمنا تراشيحنا، بيرجع يصير الاتفاق ولو بوقت متأخر على قانون وبينطرح بالمجلس النيابي وبيتم التعديل. يعني إذا بدك المهلة الحقيقية بعد منقدر، مع أنه ما لازم تصير هيك، بس حتى اللي عم بيقول أنه خلص صرنا، ليش عم تحرق الوقت؟
اول شيء في ثلاث اسابيع نهار واحد كافي لحتى نقر القانون. بس كمان اشاره سلبيه انه يعني حتى جدول الاعمال يعني لما اجتمعت هيئه مكتب المجلس جدول اعمال الجلسه المقبله كمان يعني لم يؤتى على ذكر القانون الانتخابي بوقت انه يفترض هذا الموضوع ايضا يكون هذه ايضا اشاره سلبيه لا ارسلت بهذا الخصوص. ليش خلينا ناخذها من الناحيه الايجابيه لانه ما في قانون متفقين عليه انه هون ساعتها بنكون عم نضحك على الراي العام. لو انحطت على الجلسه بيقول لك اي قانون بدكم تبحثوه ولش متفقين على قوانين ما في قوانين وروحوا صوتوا عليهم يعني هيدا اليوم المطروح خلينا لماذا لا يتم التصويت على القوانين الموجوده مشاريع القوانين الموجوده اليوم اذا في قانون وبيجيب الاكثريه وفي طرف اساسي بالبلد ان كان يمكن الحزب التقدم الاشتراكي او تيار المستقبل او حركه امل او حزب الله او التيار الوطني او القوات اللبنانيه بنفوت بنصوت عليه وبنمشي وبندعس على البقيه ما هيدا لبنان خلينا ما نحن واقعيين اليوم بلبنان هيدا الموضوع بده يصفي في نوع من توافق مش حدا اخذتيه بشكل وما بدنا نعيد تجارب الماضي اللي صارت معنا نحن من التسعين لليوم هيدا القهر اللي كان عم بيصير بفئه من اللبنانيين اذا شلناه عنا مرفوض انه يتوارث على غيرنا هيدا القانون بدك تروحي عليه تماما مثل انتخاب الرئيس بالاخر مش قصه انه عدده بيقطعوا يلا صوتوا علي مش عايشين بسويسرا نحن هلا او ببلد ما عنده مشاكله عندنا مشاكلنا ومشاكلنا الطائفيه ونحن كلنا مكونات عند تاليف الحكومي عندنا هاي المشكله بقانون الانتخاب عندنا هيدي اذا انطلاقا من الواقعيه السياسيه ما راح يتم التصويت بده يصير في توافق قبل صحيح طيب التوافق طيب هيدي الواقعيه السياسيه نفسها مش بتخلينا نتشائم انه راح يتفقوا هلا على هالقوانين اللي عم ليش انا عم اكد لك عم اكد لك على رايك اللي عم بيشاهد هيدا المشهد وفق التجارب السابقه معك حق 100% انا شخصيا بدي افكر هلا التجارب السابقه وفق تصريحات مسؤولين يعني مثل ما قلنا وزير الداخليه حتى الرئيس بري يعني لا ينفك ان يقول دائما ويكرر انه الكل بده 60 وهلا عم بيقول اللي عم بيتباكوا على يعني قصه رئيس لقاء الديمقراطي النائب جنبلاط ما مش ممنن لا يكون الامام الحسين بل هريسه الستين وقلبهم معه سيوفهم عليه هذا سابقا قال على طول بيرجع بيكرر انه شايف انه اخر شيء الكل بده 60 يعني هذا الرئيس بر يعني مش نحن عم نحلل مش بده 60 لانه طب اليوم خلينا نعترف بشغلي انت عم بتقولي التيار الوطني الحر خليني احكي عن فريق السياسي او انا الفريق اللي بنتمي له بده 60 ولا لا نحن عم نقول ما بدنا 60 ما حدا بيقدر يقلنا بدنا 60 الكل عم بيقول ما بدنا 60 ما حدا اليوم عم يجاهر انه بده 60 بالاخر مع اخذنا عنوان نحن وصار بالاخر هلا مقياس نجاحنا ونجاح العهد هي اذا بنغير القانون ولا لا صح ولا لا بس كمان اي تغيير يعني مش انه 60 وندخل له شويه تعديلات انه بيمشي الحال يعني كمان اليوم اللبناني ما راح يقبل باي تعديل هلا بالاخر صار له من لانه كمان يعني من المعلومات اللي عم تتسرب وهيك والتحليلات انه اخر شيء 60 منجمله شوي صغيره انه غيرنا لحتى ما نكون يعني خلينا 60 انا مثلا شخصيا وعطيت رايي داخل التيار قلت اذا بده يتسمى علينا تغيير قانون وبعدنا محلنا يعني على سبيل المثال كل المختلط غير اللي عنده معايير موحده وصحيحه انا بسميه ساعتها ما بنبسط بالتغيير بعتبر حالي بده يشوفوا علي يكونوا دايره واحده شو بتعملوا هون بهيدا الموضوع تفاصيل في معايير مش هذا مش تفصيل هيك صرتي بلشتي فاذا عم بتقيسي عم بتتخيطي وفق قياسات محدده وكل واحد وانا بجي بقول لك بهي المنطقه بدنا اياها انه ما فينا مراعي وما بنقبل كسر اي حدا يعني واي طرف مثل ما يعني انتم كطرف سياسي كنتوا بتعتبروا نفسكم مكسورين سابقا ما بدكم تكرروا هذه التجربه مع اطراف اخرين اذا بدكم تراعوا يعني النائب جنبلاط بدكم تراعوا الرئيس الحريري بدكم تراعوا كل الاطراف برجع وين يعني كيف بدكم تراعوا بنفس الوقت تحققوا هيدا الانجاز اللي عم تحكي عنه ما انا اعطيتك مثل كاترين قلت لك بنراعي مثلا بس نقول المقعد اللي عدد ابناء طائفته بيتجاوز الثلثين بيروح اكثري عم نراعي ما هون عم نراعي بالمناطق اللي فيها اكثريات طائفيه عم نراعيها رحت على الاكثري دغري وصار ما قاعده عم تربح وعم ترجع تاخذ من النسبه ما في بالمقاعد الاخرى ما هي لها نسبتها كمان ما هيدي مراعاه والا لو ما عم راعي ما قلت لك ضليت كنت انا على القانون الارثوذكسي ما انا رايي بالاساس هلا بس ليش تجاوزناها؟ طيب بس لان هلا مش ما كان في توافق عليه مش لانه ما في توافق فيك تضلي على رايك ولو ما في توافق عليه بس لانه صرنا بوقت هلا وقت نطلع بنتيجه مش ابداء الراي راحت مرحله ابداء الراي عند الكل ما نحن ابدينا راينا
وغيرنا أبدا رأيه. اليوم وقت رحنا على الوسط ليش عم بيجي يقول أنا اللي عم بحكيه هي اليوم صار بحث جدي وفعلي على الطاولة. يعني اليوم في لقاءات عم بتصير يومية بين كل الأطراف ثنائية وثلاثية بس عم توصل لنتيجة وصلوا هاو هاو عم يدرسوا هاو ثلاثة واحد منهم في نية لإقرار واحد منهم. هلا يمكن بتقولي لي رأي شخصي دكتور جعجع متفائل يعني كل متفائلين لأنه وصلنا إذا بدك تواصل جدي بين الأفرقاء وراء الكواليس حول تعرفي أنا وين صعوبتي هلا اليوم بالقعدة معك أنا من جهة مؤيد فكرتك اللي عم يطلع على المشهد هيك من برا بياخد هاي الاستنتاج اللي عم تعطيه اللي هو صح بس بذات الوقت معلوماتي ومعطياتي واللي والحديث اللي عم بتصير واللقاءات اللي عم بتصير والتقدم اللي صار بيبين لي العكس مضطر كون صريح أمام الرأي العام لأقول هيدا الشيء مش هيك إنه اللي عم بتقولي ما له قيمة أو مش صحيح هيدا إحساس وشعور كل لبناني اليوم صحيح بس المعطيات اليوم بتدل عكس هيك أنا كنت ضليت لمبارح أقول أنا رح نضل يمكن على القانون الحالي لوقت عرفت بالتقدم اللي صاير ما بين الأطراف كلها عرفت أنه لا في شيء جدي هلا انتبه يمكن ما يعود ينجح بس صار بنسبة كبيرة يمكن تتجاوز 80-90% أنه رح يتم الاتفاق على واحد من هودي ثلاثة ليه لأنه حصروهم اليوم حصروا البحث صاير الجدي هو نقوا واحد من هودي ثلاثة طب ليه الرئيس بري يعني ما عكس هيدا معه أنا هيدا أنا بأيد الرئيس بري لأنه هاي لم يعكس ضغط هذه الإيجابية خلي اللي عم تحكي عنها خلي يضغط أنا بالعكس لو إجا قال إيجابية وأنا ما لازم يمكن يكون إيجابي لازم بالعكس ضل متشائم ونعمل وسائل الضغط على الكل اليوم الرئيس بري مطلوب منه لأنه ما في أمل بعد 10% أو 20% يفشل هيدا المسعى خلي ضل ضاغط الرئيس بري بهيدا الاتجاه بالعكس بيكون عم يخدم الوصول إلى قانون بس اليوم الرئيس بري ويطلع هيدا الصوت بيكون الرئيس بري عم يخدم الوصول الى قانون جديد اليوم كان مفاجئ بصحيفه اللواء اللي ما في لابد من التوقف عند المعلومات اللي نشرتها انه خصوصا وانه مصادر سياسيه مهمه في 8 اذار يعني نقلت المعلومات عن مصادر سياسيه مهمه في 8 اذار انه في عده نقاط هي مطروحه للبحث اولا اجراء تعديلات جديده مستعجلة على قانون الستين تراعي في مكان ما وصول بعض المستقلين إلى المجلس النيابي هل كنا عم نحكي عنه يمكن تكون البعض يشوفها تجميل لقانون الستين أو الإبقاء على الستين بشكل الحالي وإجراء الانتخابات على أساسه لمرة واحدة أخيرة لتعذر التوافق على يعني قانون جديد أو إجراء تعديل دستوري يسمح بانتخاب مجلس نيابي انتقالي على أساس قانون الستين لمدة سنتين ريثما يتم الاتفاق على قانون انتخابي جديد ما صحت هذه المعلومات؟ أنا برجع بدي أكد على شغلي وهيدي بتختصر حتى كل اللي حكيته اليوم في شغلتين في بعض إبداء آراء وهيدي من ضمن إبداء الرأي في بعض آراء واليوم بيقدر هلأ بما فيها المجلس الانتقالي يعني كله كله الآراء بعدها أنا انتقلت للشق العملي الفعلي شو اللي صاير فعليا اليوم محصورة بهودي ثلاثة المباحثات الجدية لأنه طلعنا من مرحلة بعد استمزاج آراء وشو رأيك وشو رأيي وشو رأيك وشو رأيي عملك نحن اللي كنا عم نطالب بسلسلة قوانين تبتدئ بالأرثوذكسي تنتهي بالنسبية على دوائر متوسطة اليوم ما عدناش عم نحكي فيهم ليه لأنه رحنا اليوم معاش وقت أبدأ رأيي أنا رأيي هيك موقفي هيك بس فعليا نحن أمام هودي بدكم تشوفوا شو يعني بيمشي شو يعني اليوم في واحد من هودي ثلاثة الكل على الطاولة يعني شفتي هودي ثلاثة الكل القاعدين على الطاولة بما فيهم طيار المستقبل عم يبحث فيهم بس انا يعني هون معلش بدي اقول لك شغله استاذ سليم خلينا نكون ايضا صريحين مع المواطنين لما بهال بدنا نكون لما عم بتقول بدكم تكونوا واقعيين اخر شيء وتشوفوا شو بيمشي يعني شو يلي ممكن يتوافقوا صحيح. عليه طيب هل ممكن لهذه الطبقه السياسيه ان تتوافق الا على ما يعيدها هي نفسها الى السلطه اذا ما يعني المواطن اليوم انه السلطه هي ذاتها والافرقاء هن ذاتهم والوجوه هي ذاتها رح ترجع الى المجلس النيابي المقبل فاين هو التغيير والاصلاح في هكذا قانون يعيد انتاج الطبقه السياسيه نفسها لا في بدايه انت ما في اذا ما قدرتي تعملي الاصلاح الكامل ما فيك تبلشي باول خطوه الاصلاح هو براينا اعتماد النسبيه ليلى نعطي تصفي القانون نتائجه مش رهن التحالفات طيب ما بدهن نسبية في افرقاء ما بدها نسبيه وما رح تمشي ما هلا باول خطوه هي بإدخال ثقافة النسبية على القانون اليوم إذا اعتمدنا واحد من هودي الثلاثة إن كان المختلط بالعدد أو حسب المراحل ما بيكون هذا تطور عم تعملي أو حتى المختلط بالتصويت يعني صرتي عم تعملي one person multiple votes بلا عم بتغيري هلأ يمكن بأول دورة
ما يصير في تغيير امام هالتفاهم السياسي الكبير لانه متفقين مع بعضهم. بس اليوم لا، في اقرار من القوى اللي كانت اخذه اكبر من حجمها، صار عندها الاستعداد تروح على غير قانون، بس عم بتجرب تخفف ضرارها بدل ما يكون يعني يتناولها. يمكن اذا حكيت عن طيار المستقبل، بدل ما التغيير لو صارت نسبيه بالكامل، كان التغيير بده يطلع قسم كبير من حجمها النيابي. اليوم صارت قبلانه تروح على شيء بالوسط، رح تقدر رح تضحي فيه ببعض المقاعد، بس تعتبروها خطوه باتجاه يعني صحيح مش لازم يكون القانون النهائي، هيدا لازم يكون هيدا القانون لهيدي المرحله لنرجع ننتقل لخطوه اكثر. اليوم دخلتي سقفه النسبيه على القانون، صار وخليتي العالم اللي مفزعينهم اليوم من النسبيه دخلت بعادتهم، صارت انتخابيه. هيدا تشويه، البعض بيشوفه مش انه خطوه على طريق الاصلاح. طب ليكي في كمان انه تشويه للنسبيه، ما لا يدرك كله لا يترك جله. طيب بالاخر اذا ما قدرتي، عم اقول لك نحن بدنا يا ريت اليوم بقدر اوصل على الارثوذكسي او على لبنان دايره وحده مع النسبيه. طيب اذا ما قدرت بضل على الستين، واذا قادر اخطي خطوه الى الامام. ما بنخطيها هيدي الخطوه. وبعدين هلا نحن بالليك هي حابب اقولها مع علي اليوم كمان اللي عم تدخل بذهنهم انه ايه بده يضل على الستين، لانه بيجوا بالحسابات بيطلعوا بيلاقوا التيار الوطني الحر اليوم بوضعه كثير بيناسبه الستين. ليش؟ اول شيء في بتعرفي تاثير دائما بالسلطه، وكان يبقى مين ما كان رئيس جمهوريه له تاثير بالانتخابات، كل الاجهزه تابعه له والسلطه تابعه له والدوله تابعه له. هلا مع الثنائيه المسيحيه كمان يعني واحد العماد عون رئيس جمهوريه تحصدوا نتائج كثير منيح. اثنين عندنا اتفاق مع القوات اللبنانيه، هو اللي اكثر فريق كنا على تنافس معه بالساحه المسيحيه. صحيح. ثلاثه عندنا تفاهم مستمر ومتين وقوي مع حزب الله. أربعة عنا اتفاق مع طيار المستقبل وعلاقة جديدة، يعني ما عنا اليوم بخذ لك دايرة زحلي على سبيل المثال، ما عنا منافسين، أصدقاء مع الكل. اليوم شايفين الانتخابات رايحة، مع الأسف أولى أنا مش أنه حابب تكون هيك الانتخابات، بس هذا الواقع هيك زحلي وغير زحلي. بقى اللي بيفكر أنه بيناسبكم كتير قانون الستين، بس وين نحن ما عم نفكر من هيدي الزاوية، لأنه القانون ما لازم يكون رهل التحالفات. أنه اليوم إذا عندي تحالفات منيحة بصير منيح القانون، وإذا التحالفات ما في تحالفات ببطل منيح القانون. لازم يكون القانون جيد بغض النظر عن التحالفات، بمعنى توصلي لقانون حتى لو أنت مش متحالفة مع حدا تاخدي حقك وحجمك التمثيلي قد ما أنت بتمثلي. اليوم ليش عم نجي نقول روح مثلا على واحد من هؤلاء الثلاثة، وبعتقد هاي عم بعطي رأي شخصي مش رأي الطيار، الوان بيرسون مالتيبل فوتس، هيدا إذا ما عندي تحالف مع حدا، يعني أنا اليوم كتيار وطني حر أو كقوة لبنانية أو كمستقبل أو حتى بين حزب الله وحركة أمل، إذا منهم متفاهمين مع بعضهم بيتقاسموا المقاعد الشيعية. ليش؟ لأنه صار كل واحد عنده قوته الذاتية. نعم. قادر يجيب فيها نوابه. نعم. ما عم يأخذ اللايحة كلها. نعم. بقى سوري حبيت وضحها لأقول عم نفكر بشكل أشمل بشكل أوعى، ومش لمصلحة بس صغيرة ذاتية. ما هي المصلحة إيه العامة. بس انتو ولا الكل هيك عم بيفكر؟ لا بعتقد كمان معلوماتي. اذا بقلك وصلت على هودي ثلاث قوانين شو معناتها؟ معناتها الكل عنده النية حسنة. يعني انا اليوم بقدر اقول انه طيار المستقبل نيته حسنة، لانه عم يبحث هودي القوانين وعن جد. ايضا الفريق الشيعي وايضا الافرقاء المسيحيين في هودي قوانين ما عادت ابداء راي، صار شيء نحط على الطاوله. نعم. هون يعني اذا حضرتك عم تقول انه اكيد انه راح يكون في قانون جديد، اذا سنكون اكيد امام تمديد تقني. هلا اذا لحقوا يعملوها هلا يعني اذا لحقوا يعملوها هلا، انا بتصور حسب اي قانون بيروحوا علي. اذا ايه اذا مشي واحد من هودي الثلاثه، هلا يمكن الثالث ما بده تمديد تقني لانه ما بيغير بشيء، القانون حالي بضل، بس بيزيدوا مادي انه انت ما فيك تصوتي للعدد كله، بيتحددوا الدوائر قديش عدد التصويت، ما بيغير شيء. نعم. يعني هذا اذا طلع هالجمعه والا نكون امام حاجه لتمديد تمديد انه اذا ما صارت بحزيران صارت باب او بايلول، يعني ما اسمه يعني عم بنحكي عن سنه تمديد سنه. لا هذا مش وارد، منه عاد. نعم. تمديد تقني. اسمح لي اتوقف مع جولي على الصحف مع زميل شادي، من بعدها بنتابع بعد في بعد مساله التحالفات شوي، يعني شو محضرين انتم كثنائي مسيحي قوات عون قوات وتيار وطني حر المرحلة المقبلة بالانتخابات، أيضا حزب الكتائب ومخاوفه، وهو يعني كطرف مسيحي أساسي أيضا، أين هو في حسابات التيار الوطني الحر الانتخابية؟ بعد الجولة على الصحف مع شادي.
شكرا كاترين. يعني أهم ما جاء اليوم في الصحف هو معلومات تتعلق بالقانون الانتخابي الجديد، والبداية ستكون من صحيفة الجمهورية. الكتائب نحذر من بوادر صفقة جديدة. أوضح مصدر مسؤول في حزب الكتائب بأن الحزب متشائم من المسار الذي يسلكه قانون الانتخاب، وقال للجمهورية بعدما رفع شعار الأولوية لقانون الانتخاب ها إن جلسات مجلس الوزراء التي انعقدت حتى الآن لم تأتي على ذكر القانون الجديد، كما أن هيئة مكتب مجلس النواب أقرت جدول أعمال الجلسة المقبلة من دون أن تأتي على ذكر القانون. وحذر المصدر من بوادر صفقة جديدة تتمثل بالإبقاء على القانون الحالي أو بتطيير الانتخاب بحجة عدم الاتفاق على قانون جديد، وذكر بأن الحزب سبق له أن قدم رؤيته لقانون الدائرة الفردية الذي يعتبر شكلا من أشكال النسبية ويمنع المحادل ويقطع الطريق على أي محاولات للتفرد بالتمثيل. وأكد أن الحزب الذي يؤمن بالتعددية ويناضل للحفاظ على التنوع في المجتمع اللبناني لا يمكن أن يكون جزءا من أي صفقة سياسية تحد من هذين التنوع والتعددية، سواء كان ذلك على الساحة المسيحية أو الإسلامية. وفي المقابل قالت مصادر القوات اللبنانية للجمهورية أن القوات تنطلق في مقاربتها لقانون الانتخاب من ثلاثة مبادئ أساسية. المبدأ الأول إسقاط 60 الذي لا يعكس صحة التمثيل. المبدأ الثاني إقرار قانون جديد يصحح الخلل التمثيلي، وهذا ما يفسر موقف جعجع لجهة رفض أي قانون لا يرضى فيه الحزب التقدمي الاشتراكي. والمبدأ الثالث رفض أي تمديد خارج التمديد التقني الذي يعني تأجيل الانتخابات إلى أيلول كحد أقصى. ومن صحيفة الجمهورية أتابع الجولة على الصحف، وضمن الإطار نفسه أصل إلى صحيفة اللواء والتي كتبت اليوم النسبية تنطفئ وخياران تأجيل سنة أو مجلس انتقالي. قال مصدر نيابي أن حزب الله الذي يعتبر أن الاستقرار السياسي هو هاجسه الرئيسي في هذه المرحلة ينظر إلى ملف الانتخابات بأنه بات في عهدة الرئيس نبيه بري والطيار الوطني الحر. وعلى هذا الصعيد نقل زوار عين التين أن معطيات لدى الرئيس بري عشية انطلاق الدورة التشريعية تلتقي عند تقدم التراجع عن أي قانون انتخابي جديد، وذلك لمصلحة بقاء قانون 60 حيا. وعلى جبهة 8 آذار رأت مصادر سياسية أن البقاء على قانون 60 يشكل انتكاسة للعهد، مشيرة إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين 4. الأول تعديلات سريعة على قانون 60 تضمن بقاء الانتخابات في موعدها. ثانيا الإبقاء على قانون 60 كما هو وأجراء الانتخابات على أساسه مع عبارة لمرة واحدة وأخيرة. ثالثا تعديل دستوري يصف المجلس المنتخب بالانتقالي وتكون مدته 2 سنين فقط، وهذا المخرج يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. رابعا توافق على إنتاج قانون جديد ينطلق من القانون المختلط ومشروع التأهيل الذي طرحه بري، مما يعني أن التأجيل التقني سيقع حكما ولمدة عام على الأقل. ومن صحيفة اللواء أتابع الجولة لأصل إلى صحيفة الديار. تعليمات القادة للماكينات الانتخابية جهزوا وخططوا على 60. القوى السياسية من التيار الوطني الحر إلى القوات اللبنانية والكتائب والأحرار والمردة في الجانب المسيحي إلى حزب الله وأمل والمستقبل والاشتراكي بدأوا يستعدون للانتخابات النيابية على أساس القانون الحالي 60، مع قناعتهم باستحالة التمديد نتيجة الضغط الدولي لإجراء الانتخابات في موعد. وبحسب مصادر نيابية فإن إمكانية إجراء تعديلات طفيفة على قانون 60 عبر نسبية جزئية أو قانون بري لم تسقط بعد في ظل تمسك الرئيس ميشيل عون بإجراء الانتخابات على قانون جديد. وبعد المواقف الانتخابية باتت اللوحة على الشكل الآتي: الرئيس عون وحزب الله متمسكان بالنسبية وبالوصول إلى قانون جديد للانتخابات يراعي صحة التمثيل، والقوات اللبنانية ضد التمديد التقني وتواصل الاتصالات مع كل الأفرقاء لإنجاز قانون جديد يراعي النسبية وهي متفائلة بالوصول إليه، لكنها تتحضر لانتخابات 60. أما حزب الكتائب مع الدائرة الفردية وتحسين قانون 60 لكنها بدأت الاستعدادات على تقسيمات 60. وفي المقلب الآخر فأن حركة أمل متمسكة بالنسبية لكنها مع مراعاة كل الطوائف والمكونات وهي مع النسبية جزئية. أما الرافض الأكبر للنسبية فيبقى النائب وليد جملاط وبدأ حملة واسعة رافضة لها. وتيار المستقبل مع القانون المختلط لكن حماسه للمختلط يتراجع عبر الانحياز إلى 60 ورفض النسبية، وأبلغ الحريري من يعنيهم الأمر رفضه لطغيان النسبية.
ومن التحضير لقانون انتخابي جديد إلى موضوع آخر تناولته الصحف وإلى الصحف العربية وتحديدا صحيفة الحياة، تحقيق دولي يتهم بشار وماهر الأسد بالتورط الكيميائي. كشفت وكالة رويترز عن وجود وثيقة يتهم فيها محققون دوليون الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر بالمسؤولية عن هجمات كيميائية عامي 2014 و2015، لافتة إلى أن تحقيقا مشتركا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان حدد فقط وحدات من الجيش السوري متورطة بالهجمات ولم يذكر أسماء قادة أو مسؤولين. وظهرت هذه المعلومات بعد يوم على فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على 18 من كبار القادة العسكريين السوريين وستة كيانات بسبب تورطهم بالتهمة ذاتها، ولكن لم يرد بينهم اسم الأسد أو شقيقه الذي يتولى منصبا عسكريا بارزا. وكانت قواته منتشرة قرب دمشق عند ضرب الغوطة بالغازات السامة صيف 2013. وتزامنت هذه المعلومات مع اتهام موسكو تنظيمي داعش وجبهة النصرة باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا والعراق. وفي ختام هذه الجولة على الصحف أصل إلى صحيفة الأخبار وما كتبته من معلومات عن التحقيق مع هانيبال القذافي جلود خطف الصدر ووالد بريء. وكتب رضوان مرتضى: لم تشبه جلسة استجواب هانيبال معمر القذافي جلسات الاستجواب السابقة أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حميدي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. الأمر الاستثنائي الذي برزه هو إصرار هانيبال على أن والده معمر القذافي بريء من خطف الإمام الصدر ورافقيه واتهامه عبد السلام جلود، لا يزال حيا ويرجح أنه موجود في إيطاليا وهو رئيس الوزراء والرجل الثاني في نظام معمر القذافي بتوريط ليبيا في الجريمة. ورأى أن والده يتحمل مسؤولية مدنية تتعلق بالتعويضات لعائلات الضحايا لكون العقل المدبر لعملية الخطف مسؤولا رسميا في نظامه. أما عن هوية من يملك الرواية كاملة لقضية الصدر من ألفها إلى يائها، فرد هانيبال بأنهم ثلاثة: شقيقه المسجون في ليبيا سيف الإسلام القذافي وعبد السلام جلود، فيما الثالث هو شقيقه المعتصم الذي قتل خلال الأحداث في ليبيا. وكرر هانيبال عرضه للمحقق العدلي فور إخلاء سبيلي: أنا قادر على التواصل مع شخصيات أساسية كانت في الحكم في ليبيا للوصول إلى خواتيم القضية. وأكد القذافي أن عبد السلام جلود نقل الصدر إلى منطقة جنزور في ليبيا لوضعه في الإقامة الجبرية، لكنه لفت إلى أنه لم يعد يعرف ماذا جرى بعد ذلك، فسأله القاضي: هل يمكن أن يأخذ جلود قرارا بإخفاء الإمام من دون معرفة والدك؟ فرد بأن بكل شيء ممكن. كذلك سأله حميدي عن رواية نقلت عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تفيد بأنه تم تصفية الإمام ورفيقيه قبل رميهم في البحر، لكن القذافي رد بأنه لم يسمع بهذه الرواية سابقا. ومع ختام جولتنا على الصحف نتوقف مع فاصل إعلاني وبعده نعود إلى متابعة برنامج الحدث. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة مع ضيفي النائب السابق سالم عون. وقبل ما نتابع بموضوع التحالفات الانتخابية اسمح لي أخذ اتصال مباشرة من دكتور سليم الصايغ الوزير السابق ونائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية أيضا عن موضوع الانتخابات النيابية. صباح الخير دكتور سليم. صباح الخير لك ولضيفك العزيز. أهلا وسهلا فيك. نعم. دكتور، بداية يعني تشاؤم حزب الكتائب اللبنانية مما يمكن أن تقول إليه المفاوضات بشأن قانون الانتخابات، ما هو مصدر هذا التشاؤم ولماذا اليوم اعتبرت مصادر كتائبية للجمهورية أن هناك صفقة جديدة تتمثل بالإبقاء على القانون الحالي؟ يعني أنا عم بحكيك باسم الحزب مش عم بحكي كمصدر، يوم في كتير ناس بتحكي كمصادر وبتعبر عن رأيها، إنما رأينا نحن تماما الرأي اللي عم نعبر عنه من السابق من الأساس من اتفاق الدوحة اللي قال إنه قانون الستين معدل بيطبق لمرة واحدة فقط، وبالنتيجة اليوم بسحر ساحر أصبح هو القانون النافذ أبدا ودائما. نحن كمان موقفنا منسجم مع الموقف اللي أخده فخامة الرئيس عند خطاب القسم، إذ وعد الناس ووعد الناس كلها اللي انتخبوه اللي ما انتخبوه لأنه رئيس كل اللبنانيين
أنه سيتم إقرار قانون انتخابات قبل موعد الانتخابات، وبالنتيجة لا انتخابات جديدة في لبنان إلا على أساس قانون انتخابات جديد. وبالنتيجة في التلويح إشاعات تطلع من شمال ويمين، ونحن سمعنا كتير إشاعات من قبل أنه رح يعني وكأنه يعني المجيء الجنرال عون إلى السلطة وانتخابه رئيس للجمهورية، وكأنه هو كان في نوع من الاتفاق حول تمديد لقانون 60 سنة. سمعنا هذا الخطاب والكلام من 3 أشهر. ضحضوا صاحب العهد هذا الكلام، ضحضوا صاحب العهد بخطاب القسم، إذ قال أنا بالطبيعي ما في من صفقة، وأي كلام قبل الانتخابات أو إشاعات بهيد المعنى لا أساس لها. هلأ كل هذا يبقى كلام بكلام. اليوم المطلوب الإنجاز، المطلوب الالتزام بالوعد. ولكن أي إنجاز هون مطلوب بالنسبة لكم ككتائب لبنانية؟ مجرد قانون جديد، أي قانون يعتبر إنجازا على هذا الصعيد، أم مطلوب معايير محددة بهذا الإطار؟ في معايير قالت فيها بكركي مجلس المطارني اللي هي بيعبر كذلك عن هواجس المسيحيين، وقالت فيها كل القيادات المسيحية، أنه هو عدالة وصحة التمثيل. هالمعيارين عدالة وصحة التمثيل، بشكل أنه تكون كل الأحزاب والقوى على تنوعها وعلى تعددية الموجودة بالساحة اللبنانية تكون قادرة تقدر، وحتى القوى المجتمع المدني المستقل اللي تقدر تعبر عن رأيها، وما تكون هذه السلطة نتيجة محادل وبوستات معلبة. بنعرف نتيجة الانتخابات سلفا معناتها عم نكون عم نختصر وما عم نسمح للمواطن انه يعبر عن رأيه مثل ما لازم. من هون نحن منقول حقيقة انه اليوم القانون الافضل بالنسبة لنا كحزب كتائب هو دائرة الفردية، 128 دائرة على كل الوطن. هذا ما نعطى حقه بالمناقشة هذا القانون. اما إذا في قوى ما بتفهموا أو ما بدها تفهموا لهذا القانون اللي هو أسهل بكتير من القوانين الأخرى المقترحة، فلنذهب إلى شكل ما من النسبية نقدر بالنتيجة نحافظ فيها على إمكانية التعبير. نعم، ولكن هذه النسبية دكتور يعني هون المطروح اليوم يعني أقصى ما يمكن أن يتحقق فيما يتعلق بالنسبية هو المختلط يعني، وليس النسبية الكاملة والمطلقة كما يعني يبدو واضحا من كل المواقف التي باتت معروفة من هذا الموضوع. بالنسبة للكتائب اللبنانية يعني عم نسمع ونقرأ تحليلات أنه الكتائب محشورة جدا، هي في أزمة انتخابية نيابية، ولن يكون القانون لمصلحتها لا إذا بقي على 60 ولا إذا رحنا على المختلط إلا بأعجوبة النسبية المطلقة يلي بتسمح لها أن تبقى بالمجلس النيابي المقبل. بهيدا الإطار ماذا يقول أو تقول الكتائب يعني عن التعاطي مع هذا الموضوع؟ هذا بإطار الحرب السياسية والنفسية التي تخاض ضد حزب الكتائب. لا يعني بظل التحالفات المعروفة اليوم. لا، ما في شيء ثابت بالتحالفات أولا، والتحالف الأكبر اللي ما حدا عارفه بعد هو 50% من الناس اللي ما بتروح بتصوت نهار الانتخابات. لأنه بلبنان على ما بعرف أنا أنه بعد في رأي عام، وهذا الرأي عام ما حدا بيختصره، وهذا الرأي العام رافض لكل الصفقات اللي صارت بالنفايات وبالفساد وغيره. هذا الرأي العام اللي خايف اليوم ياخذ مطار بيروت، هذا الرأي العام اليوم اللي عم ينشر على صور التواصل الاجتماعي من اليوم الصبح صيادين عم بيتصيدوا الطيور على شاطئ الكوستا برافا. هيدا الرأي العام نحن اللي هو ما بنشوف احزاب عم تاخذ مواقف قاطعه مقرونه قارنه الفعل بالقول بهذه المواضيع. هيدا الرأي العام ليش نحن عم نعتبره منه موجود؟ بعدين مين قال انه هذه التحالفات دائمه وثابته؟ ما نحن شفنا بالانتخابات البلديه قالوا لنا ذات الخطاب قالوا لنا انتم ظهرتوا من اللعبه السياسيه، وشفنا انه الكتائب قدرت انجزت بالانتخابات البلديه. اليوم بحب اكد لي انه هيدي الانتخابات اللي جاي العناوين تبعها بعدها مفتوحة، والتحالفات بعدها كلها سوا مفتوحة. لكن أهم شيء الإنسان ما يجرب، مش عم بحكي أنا شاعر هون، ما يجرب حتى يربح مقعد أو كرسي يخسر حاله.
إذا خسر حاله ما بعد إلى معنى الكرسي، بفوت أسير مقيد على السلطة. مشان هيك أنا بعتبر أنه اليوم نحن عنا مروحة، وقد نكون الحزب الذي ما عنده أي مأزق اليوم، ما بدي أقول الوحيد لأنه ما بحب كثير أنا، لكن بحب أقول أنه نحن قد نكون من الأحزاب أو الحزب اللي يمكن اللي ما عنده أي مأزق، لأنه منا مرتبطين بأي شيء، وبالنتيجة نحن متحررين من أي التزامات. شفنا البقية عند تأليف الحكومة كيف ما قدروا وفيوا بالوعود اللي قطعوها لبعضنا البعض، لأنه تمارست لعبة الضغوطات والفيتويات المتبادلة. ما في أحلى بالسياسة الواحد ما يكون فاتح خياراته كلها، ونحن عنا حوار اليوم ومبارح أولت مبارح، وحوار جدي منه نظري مع التيار الوطني الحر، وعنا حوار ورح يتفعل أكثر مع القوات اللبنانية ومع كل الناس. نحن في عنا حوارات رح تكون قائمة، مش حتى نفتش على مقعد لأنه لو بدنا نعملها عملناها من زمان، إنما حتى نشوف كيف بدنا نقدر نحافظ على اللعبة الديمقراطية السياسية بهيدا البلد، لأنه منتمنى أنه بعد الانتخابات يكون في إمكانية قيام موالاة حقيقية، مش مثل ما الموالاة القائمة هلأ متناقضة، ومعارضة حقيقية مش مثل المعارضة اللي عم تفتش عن حالها اليوم. شكرا كثير لك دكتور سالم الصايغ نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية، أهلا وسهلا فيك من جديد. أعود إليك أستاذ سليم، شو تعليقك يعني على موقف الكتائب؟ لكن ما عندي تعليق بالمباشر لأنه عطى رأيي وأنا حطيت ضمن أعطاء الأراء بأي أنون بفضله، عم بيقول الدائرة الفردية ورجع بالآخر راح للنسبية، يعني بهالمحل نتقاطع. بس أنا في شغل عندي، أول شغلة حبيت أقولها، عارف إذا كل الجو الإعلامي أنه الكتائب في مأزق وكأنه مستهدف، اليوم من حديث المعالي الوزير مرتاحين، عم بقول التحالفات مفتوحة يعني ما في شيء ثابت، هني وضعهم هيك شايفينه منيح ومرتاحين. بس هون عطى مثل الانتخابات البلدية، برأيك يعني ممكن الانتخابات البلدية تكون يعني كانت فعلا نوع من بروفا لما يمكن أن تكون عليه الانتخابات النيابية، وأن الظروف اليوم اختلفت كليا يعني. غير شيء كلنا بنعرف، إذا بدي أخذ أنا الانتخابات البلدية كمقياس بتطلع بلاقي حركة أمل وحزب الله أضعف شيع بالفريق الشيعي، في بضيع كانوا متحالفين وخسروا، هل معناتها هن بيمثلوا الأكترية بطائفتهم؟ لا، في أمور بنعرف نحن كلنا البلديات شو الخصوصيات اللي بتتحكم فيها وشو الانتخابات البلدية. اليوم بتشوفيهم منقسمين بالبلدية بتلاقيهم صف واحد بالنيابة، هيدا ما بتنقاس هيك، مع العلم مش عم بتهرب من الانتخابات البلدية اللي كانت نتائجها، ما نحن قيسي قياسا للسابق لك كيف عم تتدرج. نحن كنا بالبلديات وين كنا بال 98 وبال 2004 وبال 2010 وين صرنا بال 2016. نعم، بس انتم اليوم كتيار وطني حر كايضا يعني تحالف مع القوات اللبنانيه، هل من موقع للكتائب اليوم يعني هل يحسب حساب الكتائب اللبنانيه في الحسابات الانتخابيه اللي عم تجروها، ام انه هيدا منطقي اللي كنا عم نسمع عنه من فتره انه الالغاء لبقيه المسيحيين خارج اطار القوات والتيار الوطني الحر، محاوله تطويقهم وتحجيمهم وصولا الى الغائهم كليا من الحياه السياسيه اللبنانيه؟ في بدوائر لا اعتبر ببشري، اذا في مقعدين نيابيين سموهن القوات بعتبر انه عندنا تيار وطني حر ببشري، بس حجمه ما بيسمح له يكون عنده نايب، بقول عم يلغوني ببشري مثلا. اليوم نحن والقوات متفقين، ما بدي اسمي مناطق لانه ما بدي استبق الامور، في محلات عندنا نحن الاكثريه وعندهم القوات حجم معين بياخذوا قد حجمهم، والعكس صحيح، وهذا الاتفاق بيننا وبين القوات اللبنانيه. في افريقاء اخرين عندهم حجم، ما جينا ببيروت لغينا الوزير فرعون، انه ما مش هي الاتفاق منه الغائي. يعني هون هل تقصد انه الكتائب اللبنانيه سيحصدون في الانتخابات ما بدي انا ما يناسب حجمهم يعني مش حلو، ما هن وهن حساسين، اذا بحكي انا عن احجام لانه هون القانون بياثر يعني، مش انا في استطلاعات راي هي اللي بتحكم، مش انا في محلات يمكن هن يكونوا اقوى من منا اثنيناتنا، وفي محلات بيكون العكس. هي المشكلة اللي عم بتكون مع الكتائب اللبنانية انه ما عم يقبلوا بفكرة انه نلتجي لاستطلاعات رأي. شو بتعطي هيدي الاستطلاعات؟ ما في كل واحد يكبر حجمه او يقيس حجمه على مكان بالستينات وبالسبعينات.
عندي مش ملاحظة، أنا حبيت من وراء حديث مع علي الوزير جتني ثلاث أفكار سريعين رح أقولهم، هودي مهم نقولهم بالانتخابات. عم نشدد كثير على القانون ونوعيته وعم ننسى الأهم فيه هو الإصلاحات. الإصلاحات يعني على سبيل المثال مثل الورقة المطبوعة سلفا، مثل موضوع المنتشرين ونحجز لهم مقاعدهم، مثل موضوع حتى إعادة توزيع المقاعد، إذا ما قلنا إعادة العدد اللي لازم يكون 108 مش 128، ما قلنا الرقابة المالية والإعلامية كيف لازم تكون، هودي إصلاحات حقيقية لازم يتضمنهم القانون، عدا أنه في طوائف مثل السريان الأرثوذكس المحرومين أنه نشوف لهم مقاعد لهم، يعني في إصلاحات لازم تترافق مع القانون، هيدي فكرة عم أقولها بسرعة. الفكرة الثانية اللي بدي أقولها، وين أهمية ثقافة النسبية؟ لأن نحن عم ننساها كمان، عم ننسى أنه بس تدخل النسبية أول شيء عم بيزيد عدد المقترعين. اليوم ابن القاع لنعتبر عم بحكي كبقاعي أنا أو كل بقاع شمالي ما بيروح يعطي صوته، بيقول لك أنا بدي أتعذب صوتي ما له قيمة، نتيجة محسومة، يمكن نتيجة محسومة، بنشوفها ببيروت الثالثة، بنشوفها بالجنوب، بنشوفها بعكار. لا، هيدي بدها تكون تحفز، وقت يبقى في نسبية رح يصفي كل صوت له قيمة. والأهم الأهم بالنسبية أكيد لو أدخلناها بالكامل، بس حتى لو تدخليها جزئيا، عامل المال اليوم عم يغفل عن المال الانتخابي، عن ذكرنا انه المال الانتخابي كيف بدك تحربيه؟ اذا رحتي على دوائر فرديه، انا مش بس لاضرب الفكره، اليوم دوائر فرديه بظل تقسيمات طائفيه عنا اياها، شو عم تعملي؟ انت عم بتروحي تشتري المقاعد شرايه، صرتي صار كل واحد متمول بيشتري الصوت ب 10,000 دولار بيدفع الصوت. بس روح بوضعنا اللبناني، انا ما عم اقول كفكره قانون جيده، بس تطبيقها بلبنان وشو نتائجها بدها تكون. هيدا المال هيدا كيف تقضي عليه؟ النسبية هي بشكل معين عم تقضي على المال الانتخابي. والفكرة الثالثة اللي حبيت أقولها كمان، عم نظلم، نحن عم نسميه كثير قانون الستين، يا محلي قانون الستين، يا ريته هلأ هو اللي نافذ، هو هيدا قانون الدوحة والفرق بين، يعني أنتوا هلأ طوله واعتبرتوه انتصار، يعني عندما خرجتم من اتفاق الدوحة. شغلي. أنا إذا كان بدي منك 100 دولار وحصلت 50 وهلأ عم طالبك بتاني 50، بتقولي لي ما فرحت أنت بس أخذت أول 50 بيكفيك؟ لا إيه مزبوط. ليش بوقت السؤال بسألهم إلهم ليش وقت هللنا له هن ما كانوا يقبلوا يقولوا لا مش صحيح، ما كانوا يعني يلبسونا إيه، نحن جينا ارتضينا نلبسه ونقول عملنا تقدم. إيه نعم تقدم، لي في كتير دوائر. لا خليني بس هيدي النقطة خليني أقولها، بشري، البترون، الكورة، جزين، هيدي أقضية كانت تمثيلها ما عم بيكون صحيح، ردينا لصحة التمثيل. هلأ ما اكتفينا، كانت أول خطوة، لش نحن بالدوحة اقترحنا بيروت تكون بالنسبية، كانت كفكرة ندخل النسبية بالقانون، رفضت، كنا إصلاحيين وقت كنا بالدوحة. بس بدي أقول لك شغلي، الفرق بين الدوحة حتى المشاهد يفهم، ليش عم أقول يا محلي الستين، الستين هو شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم ببيروت، بيروت وفق قانون الستين كانت أفضل كصحة تمثيل، أفضل من ما هي اليوم. فإذا عم نظلم قانون الستين، بس عم نقول هذا قانون الدوحة. بس في نقطة قبل الفاصل، أنا بعد في كمان موضوع زيارة السعودية، الوقت عم يمرق بسرعة أكيد، لأنه الانتخابات في كتير تفاصيل يعني إذا بدنا نحكي فيها كلها، ولكن هون مسألة إنه استعادة المقاعد المسيحية يلي ممكن إنها تتحقق بالنسبة للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كمطلب أساسي من تيار مستقبل، أيضا من الحزب التقدم الاشتراكي، هون على هذا الصعيد شو محضر الثنائي المسيحي بهذا الموضوع؟ يعني سواء رحنا على 60 بأسوأ الحالات أو رحنا على قانون انتخابات جديد، نحن أول شيء متفقين شو ما كان القانون بدنا نكون سوا، لأنه هيدا التفاهم اللي عملناه تفاهم من الأساس، بس اتفقنا عليه قلنا بده يضل، بده يمد على الرئاسة على الانتخابات شو ما كان نوعها، بلدية نيابية، مع العلم وبيجوز بالبلدية صارت بمناطق ما اتفقنا بالنقابات عم بتصير. بس بتصور هون بموضوع أشمل، وإذا بدك التقاطعات منا كتير، يعني منا كتير حادي، بالعكس عم نلاقي حالنا بكل المحلات عم نكون جنبا إلى جنب، وعندنا مصلحة نكون جنبا إلى جنب. بمحلات هني الأقوى هني بياخدوا أكتر، بمحلات نحن الأقوى بناخد أكتر، بمحلات في أطراف أخرى. بس في مقاعد صار مضمونة بالنسبة لألكم ورح تسترجعوها؟ طبيعي، بس يبقى في اتفاق مسيحي حتى ولو بقينا على قانون الستين. لا ما بدي احكي بهذا الموضوع، لانه بكون عم بزحط وعم برجع بحط انه بدنا نروح على 60، نحن رافضينه ونحن وهن. وانتبه عم برجع بقول رافضينه كرمال المستقبل. طيب شو رايك بالقانون الستين اذا هلا عكس متفقين نحن بلايمنا؟ هذا ردا على عم بيقولوا انتم بلايمكم. طيب وبكره بمرحله اخرى بنكون نحن مش متفقين،
ويكونوا غيرنا متفقين، شو بنعمل؟ مع نحن عم اللي بده يتعاطى شأن عام بده يكون عنده بعد نظر ورؤية للأمام. نحن عم نشتغل بشغل يكون صالح القانون شو ما كانت التحالفات. اسمح لي توقف مع فاصل إعلاني أخير أستاذ سليم، ومنتابع من بعده بنتائج زيارة الرئيس هون إلى السعودية وقطر، خليكن معنا. منتابع مشاهدين هذه الحلقة بالقسم الأخير مع ضيفي أنا بالسابق سالم عون عضو تكتل التغيير والإصلاح، قبل ما نحكي بزيارة الرئيس عون إلى السعودية والنتائج المرتقبة منها على أصعد كثيرة يعني سياسية واقتصادية، بدنا نشوف فيديو هلأ نحن وياكم المشاهدين لصيادين عم بيصطادوا طيور النورس بمحيط مطار بيروت الدولة، وذلك للقضاء على هذه الطيور التي تسبب خطر على سلامة الطيران والمسافرين. إذن مجموعة من الصيادين منذ الصباح يعني بحسب المعلومات تقوم باصطياد طيور النورس التي تسبب خطرا كبيرا على سلامة الطيران والمسافرين، ويقوم المحترفون الآن مزودين بعشرة آلاف خرطوشة بحسب المعلومات بعملية كبيرة لطرد تلك الطيور من محيط المطار ومكب الكوستا برافا ومصب نهر الغدير. إذن هذه الصور لصيادين يصطادون طيور النورس في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، طبعا هذا الموضوع الذي أثار جدلا كبيرا أمس، خصوصا وأن يعني الآلات التي وضعت لإخافة هذه الطيور يبدو أنها جذبت الطيور أكثر، يعني لم تتمكن من منعهم من الاقتراب من النفايات الموجودة هناك لكي يأكلوا منها. وبحسب أيضا يعني بعض المعلومات أنه هناك صحفيون سألوا بعض الصيادين من كلفهم القيام بهذا الأمر، فكان الجواب بأنهم مكلفون من مديرية الطيران. نورس شو ما بدنا بيطلع قدامنا، كل شيء بلشون ماي تكرموا يا لبنانية. فرجيني عليهم لشوف ما أكبرين ولا صغار. كبار يعني بالإضافة إلى المجزرة البيئية المتمثلة بالنفايات ومكب الكوستا برافا، مجزرة بيئية باصطياد هذه الطيور بطبيعة الحال. طبعا الحل يعني ليس باصطياد الطيور، الحل في مكان آخر. هلأ بدنا نسألك شوي سريعا، يعني عندكم وزير البيئة اليوم وهو معني مباشرة بهيدا الموضوع، عندك شي تعليق استاذ سليم على هالمشاهد يعني المجزرة بحق طيور النورس كمان اللي عم نشوفها؟ طبيعي ملف بده معالجة وما بيتعالج دغري بنهار، يعني في موضوعين اللي هلا الخبر عم بيحطوا التقرير، اذا من مكب الكوستا برافا ولا من نهر الغدير ولا من اثنين، حتى ما يكون عم باخذ انه يا هيك يا هيك. وبالاخر ايه اكيد بدها معالجة، ونحن رح يقدر يعالجها برايك وزير البيئة؟ يعني هيدي الأزمة يلي داخلين فيها كل السياسيين والمصالح. هاي إذا نحن كفريق سياسي اللي ما بياخد أبدا بالاعتبار المصالح الخاصة وبتبقى عمله بده يكون وفق مصلحة عامة، مشان هيك بيكون عندنا ثقة بحالنا أنه بدنا ننجح، مش لأنه عم نحكي عن حالنا. بتصور التجارب دلت أنه ولا مرة كنا نحن فريق عم يعمل مصالح خاصة لا له ولا لحدا قريب منه. وهيدي عنوان إذا بدي أقول لبداية الإصلاح، بس ندعي للإصلاح هيك ببلش الإصلاح. على كل حال يعني البيئة اليوم هي إمبلي موقوتة، البعض بيشوف أنه حملته إمبلي موقوتة، يا ترى رح تنفجر يعني ولا رح لكن مشكلة قد ما تكون صعبة يتمكن اليوم الرئيس عون من خلال وزير البيئة أنه يحلها، بيكون بموقع المسؤولية عنده حل من اثنين. إذا بده يتنصل من المسؤولية أو يهرب منها ما عم بيقدم حل بالاخر، واللي عم بيروح بده يحاول يحلها ايه معرض عم يحملها هو، ومعرض للفشل والنجاح. وبنعرف نحن ببلدنا النجاح ما بينسب له، كتار بيفزوا بيتبنوا النجاح، وقت يكون الفشل بدهم يحملوه، بس ما بيمنع انه عندنا الجرأة نحن نتحمل المسؤوليه ونحاول. وحتى اذا فشلنا يعني نقدر ندافع عن حالنا مين فشلنا، بس كلنا امل انه ما رح نفشل. وخاصه برجع بقول لك اليوم في تحول صاير بلبنان، يعني ما بدنا كمان ننسى يعني انه اليوم في رئيس ما عم يعني انا هلا عم بحكي انا ما كنت حابب ما رح ترجع زبالة على الطرقات، يعني مش هيك
في مؤشرات وأجواء جدية صار المواطن شاعر فيها أنه في شيء تغير بالبلد. اليوم بموقع المسؤولية عند كل حادثة، اليوم ما حسين بعد ما وصل العماد عون إلى سدة الرئاسي في شيء تغير. بأول جلسة لمجلس الوزراء ما حسوا أنه شيء تغير. حادثة تعرضوا للبنانيين هيدي أكيد ما كان حدا متوقعها بإسطنبول، ما شفتوا تعاطي مغاير. يعني في أمور وهيدي بدها وقت، نعم. مش بسحر ساحر. بعد معنا بس دقايق قليله لانه ما فينا ما نحكي طبعا، يعني زياره السعوديه عنوان اساسي اليوم بحوارنا، يعني يفترض انه تكون كلام كثير عم بينحكى. صحيح انه في كثير حكي عن صفحه جديده، ايجابيات، انتظار للترجمه، متى الترجمه، وماذا ايضا عن النقاط السلبيه يلي البعض تحدث عنها والتي رافقت هذه الزياره. لكن لتنتقلي من وضع في التباسات وفي خلافات كبيره وفي سوء فهم ليرجع الوضع انه علاقات ممتازه، هاي بتاخذ وقت. انت اول خطوه بتعمليها بترجعي العلاقه الى طبيعتها. اليوم هدف الزياره كان عوده العلاقات الطبيعيه بين هالبلدين، نعم. اللي هن اشقاء واصدقاء. كسر كل الحواجز اللي كانت انوجدت بالسابق. كيف رح تعود طبيعيه؟ يعني شو رح نشوف خطوات؟ في هلا نحن ما بدنا نستبق الامور، على القليل ناخذ الشيء اللي عبر عنه. إن كانت السلطة بالسعودية أو الملك والمسؤولين السعوديين أو المسؤولين اللبنانيين، ما سمعنا أنه قال نحن بدنا نرجع نفك الحظر عن مواطنينا يروحوا على لبنان، أو هالإشارة اللي كنا عاطينا رح نسمح لهم يروحوا، رح ترجعوا تشوفوا أبناء الخليج عندكم بلبنان. عم نسمع كلام أنه هيدا يعني كلام بيترجم بعد يعني بده قرار ملكي بكرة بالموسم السياحي. ما كان في إصرار لكل وزير يلتقى بنظيره ويبحثوا الملفات اللي بين البلدين. ما كان في على المستوى العالي نوع من هيك إراحة. اليوم ما ارتاح اللبنانيين اللي موجودين هونيك اللي عددهم معروف بعشرات الألاف ويتجاوز مئات الألاف حتى. ما كانوا مرتاحوا هودي ما عندهم هون عيالهم وما فيش عيال هون مصدر رزق أو عايشة من هودي العيال. ايضا السعوديين مرتاحوا بعوده هيدي العلاقات مع اللبنانيين. نعم هيدي طيب بالبدايه كبدايه احنا بدنا تغري كل شيء من نهار فيها المشاكل الكبيره وثاني نهار رجعنا احباب. لا، ما خطوه ورا خطوه. كانت خطوه كثير متقدمه ما اخذوها بعين الاعتبار السعوديين، انه اول زياره قام فيها رئيس الجمهورية هي أكيد تلبية لدعوة منهم، بس كان أول زيارة أول تلبية لزيارة خارجية كانت لهم، ما قرشوها هيدي، ما اعتبروها إشارة جيدة. سمح لي بشير، عم نرجع نشوف كمان الفيديو تبع الصيادين يلي عم يتصيدوا طيور النورس بمحيط مطار رفيق الحريري الدولي. هون أستاذ سليم، يعني الكلام يلي ترافق مع الزيارة والمتعلق بمسألة إعادة تفعيل الهبة السعودية وكلام وزير الداخلية أنه هذه يعني إعادة تفعيل هذه الهبة سوف يكون له ثمن سياسي، هل سمع العماد عون فعلا مطالب في مقابل إعادة تفعيل الهبة السعودية، أو هل صحيح أنه لبنان هو اليوم سعوديا أمام مرحلة اختبار؟ لك أنا مش مخول أحكي بهالموضوع، بس رح كون حتى ما بين عم بتهرب من السؤال. لا، ما نحكى بهذا الموضوع. والعماد عون كلنا بنعرفه بطبعه، الرئيس العماد عون منه من هالنوع اللي بيتسول أو هو اللي بيروح بيدفع أتمان مقابل أي شيء بده ينعمل. لا، منه من هالنوع، والمعلومات بتقول أنه ما تم التطرق لهيدا الموضوع، بس لأنه كمان هون في دول معنية بالموضوع هي عم بتتابع. اليوم كلنا بنعرف العقد هو مع الدولة الفرنسية. وفي بس في أسباب سياسية كمان أكيد يعني متعلقة بحزب الله، بتصنيفه إرهابيا، بالهجوم على السعودية. عم نسمع كلام أنه مطلوب كف الحملات إعلاميا على السعودية داخليا مقابل هون. يعني العماد عون شو قدر يعمل بهذا الإطار؟ بدي أقوله العماد عون أكثر إنسان سيادي، واليوم هو بموقع المركز الأول بلبنان، أكيد ما رح يقدر يفرط أو ما بيقبل يفرط بأي ميلة من سيادة لبنان. اليوم مع السعودية مع غير السعودية مع حي الله دولة، كل هبة أو كل خدمة إذا مشروطة وبدها تقلل من بدها تأسر لبنان بموقف وبيمكن تصرف، هيدا بقول لك من هلا بلا ما سمي ولا أي دولة ولا أي موضوع، هيدا بيكون مرفوض.
هيدا السياده نحن بفقرنا وقدرنا عملنا مقاومه لا هون ليس باطار نصب السياده، البعض بيشوف باطار يعني علاقته الجيده وحلفه مع حزب الله بامكانه ان يطلب هذا الموضوع. إذا الهبة يعني مشروطه بموقف بهدف المصلحه الوطنيه يعني بمعنى اخر، وانا بخدع امثله كثير صغيره قبل ما يعمل رئيس جمهوريه، بس كنا بعدنا بالتيار الوطني الحر، بس انعرض اموال طائله لدعم لنعتبر محطه تلفزيونيه تابعه للتيار، رفض العماد عام لانه ما وكانت مش مشروطه. نعم. بس لانه بيقول ما في المثل اللبناني بيقول طعم التم بتستحي العين، اذا تحت هيدا العنوان انا بعرف انه بتكون مرفوضه سلفا. نعم. اذا مش مشروطه مرحب فيها وخاصه من اصدقاء واشقاء. انا بدي اشكر حضورك معنا اليوم النائب السابق سليم عون عضو تكتل تغيير الاصلاح، اهلا وسهلا فيك من جديد، بانتظار طبعا يعني بيان الصوره الحقيقيه بما يتعلق بقانون الانتخابات وايضا بترجمه، بس ان شاء الله ما تكون نهايه الانتخابات مثل نهايه النورس اصطياد في كتير خرطوش هلأ جاهز. بشكر متابعتكم أيضا مشاهدينا هذه الحلقة وإلى اللقاء.